برنامج آثار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار تحلو بها مجالس السمار. آثار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من آثار وأخبار. نقف مع بعض هذه الآثار وبعض ما جاء فيها من آثار وأخبار وأشعار، والحديث ما زال موصولا مع مكة شرفها الله، للوقوف مع بعض آثارها. وكنا قد وقفنا عبر حلقات عدة مع بيت الله الحرام وبعض ملحقاته، وذكرنا طرفا من تلك الأخبار. الآن الزائر إلى مكة كما ذكرنا مسبقا لا تهفو نفسه إلا لأداء العمرة أو الحج أو زيارة بيت الله عز وجل والإقامة في أكنافه، ما بين طواف وتلاوة للقرآن وذكر ودعاء وصلاة. لكن لما لا نجعل أيضا من مقاصدنا في زيارة مكة شرفها الله الاطلاع على بعض ما فيها من آثار لتعميق أثرها التاريخي والتربوي والسلوكي في أنفسنا. مكة كما ذكرنا فيها العديد من الآثار التي يجدر بنا الوقوف عندها لمعرفة بعض دلائلها التاريخية، من ذلك ما يتعلق بمبانيها السكنية والتي تشكل خلال القرون الإسلامية طرازا معماريا فريدا تميز به الطابع المعماري المكي، والذي لم يتأثر في جوهره بتلك المؤثرات العمرانية الخارجية بخلاف بعض المباني الدينية والخيرية والعسكرية. فهذه المباني السكنية بقيت في كثير من الأحيان ببعض تأثيراتها الخارجية فقط مختلفة، وإلا فإنها من حيث هي في الداخل ما زالت محتفظة بكثير من آثارها. والسبب في ذلك أن هذا الإنشاء والتشييد كان من الأقاليم الإسلامية الأخرى، وكان معظم المعلمين والفنيين حرصوا على نقل تلك التشكيلات والهندسيات والمؤثرات المعمارية في بلادهم، ما بين هندية ومصرية وشامية وتركية ومغربية، نقلوا ما جاء من طراز معماري في بلدانهم إلى مكة، فصارت مكة بعد ذلك مزيجا معماريا فريدا من نوعه لا يكاد يوجد في كثير من البلاد. فنجد في كل بلد خصوصية في المعمار والطراز الهندسي، لكن في مكة أو حتى في المدينة أيضا يختلف اختلافا كليا، لأنه عبارة عن مزيج من الأقاليم التي ذكرنا وغيرها. والمباني السكنية وخاصة التي أشرف عليها هؤلاء المعماريون والفنيون المختلفون في بلدانهم وأعراقهم، أضافت لهذه المباني مظاهر جمالية وأكسبته شهرة، وقد نشطت حركة بناء المساكن في مكة المكرمة منذ فجر الإسلام، لكن لا شك أنه يصعب تتبع تطورها لاندثارها أحيانا أو لتوسعها في أحيان أخرى، وليست هي كالمباني الدينية التي لها بعد تاريخي مهم. فنحن نتابع ما جرى من توسع معماري في المسجد الحرام مثلا لمعرفتنا به دينيا، أما غيره فيصعب رصد ما جاء فيه من تطورات وتوسيعات وترميمات وغيرها. هذا من جهة. من جهة أخرى، فبعض هذه المباني أو الدور السكنية التي كانت في يوم من الأيام مباني لأشهر رجال مكة وقريش طالتها طائلة الهدم، مع أن بعضها
مرتبط بأحداث السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، كدار عبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام، ودار الأرقام، ودار السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ودار العباس رضي الله عنه، ودار أم هانة رضي الله عنها، وغير ذلك من الدور التي كان لها شأن في التاريخ الإسلامي في وقت مضى. لكن لما وسع المسجد الحرام وهدمت كثير من الدور الملاصقة له، كان الهدم قد سرى إلى بعض هذه الدور التي كان لها بعد تاريخي مهم. والناس كما نعرف، وهذه الحكومات المتعاقبة سواء في عهد الدولة العباسية على وجه الخصوص، أو بعدها في أيام الدولة العثمانية، أو حتى في أيام الدولة السعودية، الناس معذورون إن عرضوا مثل هذه المباني للهدم، لأن المصلحة الإسلامية العامة تقتضي عند توسعة المسجد الحرام أن تتعرض هذه المباني والدور السكنية إلى الهدم. طبعا حتى نكون أكثر إنصافا، هذه المباني السكنية التي ذكرنا بعضها وسنحاول أن نشير إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهدمها، لاقى الهدم عبر التاريخ معارضة شديدة. فقد حرص جماعة من المسلمين سواء كانوا من العلماء ومن الوجهاء في مكة أو غيرها أن تبقى هذه الدور، لأنها تحوي مآثر تاريخية تذكر الأجيال بالعصر النبوي الشريف وبصاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا شك أن العبرة بالمكان، فالمكان نفسه منذ خلق الله عز وجل، سواء دخل في توسعة المسجد الحرام أو لا، له شرفه وأهميته بغض النظر عن هذه الدور التي جاءت بعد ذلك. عموما الكلام عن الخلاف الذي طرأ فيما يتعلق بهذه الدور يطول جدا، لكن سنشير إلى بعض هذه الدور وأهميتها، وحتى نوضح طبيعة هذه الدور دعونا نتكلم أولا عن الدور التاريخية، كدار عبد الله بن المطلب التي تعد مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دار السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، دار الأرقم رضي الله عنه، وغيرها من هذه الدور. وهذه الدور دخل بعضها في التوسعات التي جرت للمسجد الحرام خلال القرون الإسلامية، طبعا منذ وقت مبكر، إلا دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهذه سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله، ودار خديجة، دخلت هاتان الداران في عهد الدولة السعودية، إما في عهد الدولة السعودية الأولى، طبعا عفوا في التوسعة الأولى الدولة السعودية في الأخيرة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فإما أن تكون دخلت في عهد الدولة السعودية في عهد التوسعة السعودية الأولى في سنة 1375، يعني 1955 ميلادي، هذا في عهد الملك سعود رحمه الله. أدخلت دار الأرقم في عهد الملك سعود، وأدخلت دار خديجة في عهد الملك فهد رحمه الله. طيب، ما هي أبرز هذه الدور؟ نريد أن نعرف بعض هذه الدور، يعني فعلا الآن نحن متفقون أن هذه الدور ذهبت أو ذهب أكثرها، لكن ما هي أبرزها؟ أبرز هذه الدور دار عبد الله بن عبد المطلب، الدار التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه هل ولد بمكة أو بخارج مكة، يعني في بعض الأماكن القريبة من مكة، لكن الصحيح أنه ولد في مكة، لأن بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يولد في مكة، وإنما ولد في الأبواء. الأبواء اسم مدينة اليوم، مدينة عامرة، يقال إن قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيها، وهو قبر معروف ما زال معروفا إلى يومنا هذا في على تل مرتفع موجود، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. وبعضهم يقول لا، في عسفان اسم مدينة قريبة من مكة على الطريق بين مكة وجدة،
لكن لا شك أن هذين الرأيين غريبان ولا يمكن الأخذ بهما، لأن الراجح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ولد في دار جده عبد المطلب التي كانت تقع بمدخل شعب بني هاشم، وهو الشعب الذي ارتبط به حصار مشهور في التاريخ يعرف بحصار شعب بني هاشم، يوم أن حاصر مشرك قريش بني هاشم بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر الحصار ما يقرب من 3 سنين، أكل فيه بنو هاشم ومن كان معهم ورق الشجر جوعا حتى انتهى هذا الحصار في القصة المعروفة. طيب، أين تقع هذه الدار اليوم؟ تقع هذه الدار اليوم شرق المسجد الحرام، ويتبعد عنه ما يقرب من 455 متر. يعني لو خرجنا من الجهة الشرقية للمسجد الحرام سنصل بعدما يقرب من 455 مترا في شارع يسمى شارع القشاشية، نصل إلى هذه الدار، وهذه الدار هي التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي كانت في الأصل دارا لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عمي في آخر حياته وذهب بصره قسم تركته بين أبنائه، فكان نصيب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الدار. ولا شك أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام تكون في بيت أبيه كما هي جرت العادة في الجاهلية، لكن العجيب أن بعض المؤرخين ذهب إلى خلاف ذلك كما أشرنا قبل قليل فيما يتعلق بمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا في عسفان أو قالوا في الأبواء، وهذا كلام بعيد عن الصواب. وهذه الدار لها شهرة واسعة في مكة، وتكلم عنها من تكلم في تاريخ مكة كالأزرقي في تاريخ مكة والفاسي في شفاء الغرام وغيرهم، وتكلم أيضا بعض الرحالة الذين أشاروا إلى هذه الدار ممن وفد على مكة ومر بها، فتكلموا عن هذه الدار، دار عبد الله ابن عبد المطلب. وذكر إبراهيم رفعت باشا وهو من آخر من دون رحلاته بان الدولة العثمانية، فذكر أن مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شعب بني هاشم شرقي المسجد مكة المكرمة، وهو مكان يقول قد ارتفع عن الطريق قليلا، وكما أشرنا هذا وصف قديم له، والوصف كما ذكرنا هو الوصف الأخير أنها تبعد عنه ما يقرب من نصف كيلو. الآن أين مستقر هذه الدار؟ أين مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جرى عليه أيام الدولة السعودية؟ في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى تقدم أحد وجهاء مكة، وأحد وجهاء مكة يقال له الشيخ عباس قطان، بطلب للملك عبد العزيز رحمه الله لإعادة توسعة أو بناء هذه الدار، وأن يتحمل هو الشيخ عباس قطان عملية ترميم وتوسعة هذه الدار. وكان من جملة هذا الطلب أن يعاد بناء دار مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تحول إلى مكتبة يأمها الباحثون والزوار. وهذا الذي جرى فعلا، لكنه رحمه الله تعالى توفي، يعني شيخ عباس قطان، قبل أن ينتهي البناؤون من بناء هذه المكتبة اللي هي مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا انتهي من بنائها، وعرفت بعد ذلك بمكتبة مكة المكرمة، وما زالت هذه الدار أو هذه المكتبة في مكانها خارج الساحة الشرقية للمسجد الحرام، لأنها بعيدة ولذلك لم تصل إليها التوسعة، وهي تقع في مدخل شعب بني هاشم الذي يعرف أيضا بشعب علي رضي الله عنه. ويوجد في هذه الأيام كلام يتعلق بهدمها أو
تغيير أمرها، لكن الكلام ما ذكرت لكم، وما زالت هذه الدار موجودة إلى يومنا هذا. للحديث بقية إخواني أخواتي في الوقوف على بعض الدور المشهورة في مكة المكرمة والتي لها ارتباط تاريخي. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج آثار وأخبار للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.